الذئب والصغار السبع، حكاية من التراث الألماني. كان يا ما كان في قديم الزمان، كانت هناك معزة لها سبعة أطفال، وكانوا يعيشون في سعادة وهناء. ها هم الأبناء: الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. ها؟ أين هو السابع؟ ها هو هناك، إنه خلف تلك الأحراش. الأبناء السبعة ما زالوا صغارا، ولكنهم ظرفاء جدا. ليسوا ظرفاء فحسب، بل وأذكياء أيضا، وبالذات أصغر الجميع. كانوا يلعبون ويمرحون، وكان بإمكان الصغير أن يختفي في كل مكان، تحت الصخور وتحت الإفطار وحتى داخل الوعاء. الصغير وحده كان يستطيع اللعب على الطحالب المائية، وكان لا ينام في مكانه المفضل ما لم تغني له أمه أغنية جميلة. سوف يكون الجو جميلا هذا اليوم. الماعز الأم سوف تذهب إلى السوق، وقد حذرت أبناءها قائلة: استمعوا إلي جيدا يا أولادي، عليكم أن تبقوا في البيت إلى حين عودتي من السوق. لا تفتحوا الباب لأحد، لأن الذئب المتوحش ممكن أن يهاجمكم. هل فهمتم ما أقول؟ حاضر. كيف نعرف الذئب يا أمي؟ استمعوا إليه، للذئب صوت أبح كصوت الرعد، لا تنسوا ذلك. كذلك أرجل الذئب سوداء، أليس كذلك؟ نعم، لذا لا تفتحوا الباب لمن أرجله سوداء. هل فهمتم؟ حاضر حاضر. وهكذا ذهبت الأم معتقدة بأن كل شيء على ما يرام لحين عودتها. ولكن من الذي شاهد الأم وهي تغادر البيت؟ إنه الذئب. رائع، لقد خرجت للسوق، والآن سوف ألتهم الصغار السبع وسيكونون فريسة سهلة. لقد كان الصغار منشغلين بالقفز واللعب، ولم يلاحظوا الذئب وهو يراقبهم. هذه ماما يا صغار، هيا افتحوا الباب، لقد عدت إليكم. هيا. عدت ماما ثانية. كلا، ليست ماما هذه. ماذا؟ هيا افتحوا الباب بسرعة. هيا. لا لا، انت الذئب، انت الذئب. اوه، يا للحقارة. واعتقد الذئب بأن الصوت الأبح يمكن تلطيفه لو أكل قليلا من الطباشير، ولكن هذه ليست حقيقة يا صغار، فالطباشير يوجع البطون، فلا تفعلوا أنتم ذلك. سأنجح حتما. Hey.
أمكم، عدتوا إليكم، عدتوا عدتوا عدتوا. ذهب الذئب إلى مخزن قريب وسرق طحينا، ثم لطخ جسمه كله بالطحين. يا أطفال، هيا يا أطفالي افتحوا الباب، أنا أمكم، لقد عدت إليكم. ماما، الصوت يشبهها، نعم إنها ماما، كل ما تريدون. هذه ماما، لقد حاول الصغار أن يختبئوا، ولكنهم كانوا كبارا ويصعب عليهم ذلك. يا لذيذ جدا. لا أحب الجزر. وهكذا شبع الذئب، يا له من متوحش. لا أعرف، يبدو لي كما أكلت، يبدو أني فقدت أحدهم. لأحسب، الأول بالدولاب، الثاني بالمدخنة، الثالث بالسلة، الرابع أين؟ نسيت. لأحسب مرة أخرى، الأول بالدولاب، الثاني بالمدخنة، الثالث بالجرة، الرابع. نعم الرابع، فعلا. والخامس هناك، والسادس هنا. اللي يبدو أني أكلتهم جميعا. وهكذا تمكن الماعز الصغير أن ينجو من الذئب. ها؟ صغاري، أين أنتم؟ أين أنتم صغاري؟ يا إلهي، أين أنتم؟ ماما، صغيري، أين إخوتك؟ لقد أكلهم الذئب. ها؟ الذئب؟ يا إلهي، لقد اختبأت بالساعة. اجلب لي مقصا وإبرة، هيا. حاضر. وهكذا استردت الأم أبناءها. وبعد أن أخرجت الأم صغارها، ملأت بطن الذئب بالحجارة وأغلقتها ثانية. وبسبب ذلك لم يستيقظ الذئب طوال الليل. وعندما استيقظ في الصباح، شعر بعطش شديد، فذهب إلى البئر ليروي عطشه. وهكذا سقط الذئب في البئر،
وبعد أن غرق الذئب ومات شعر الصغار بالأمان، فأخذوا يلعبون ويمرحون خارج الدار دون أن يداهمهم الخطر. ولكن أين ذهب الصغير؟ إنه كما تعلمون هناك. نعم، إنه يلعب ويمرح سعيدا بين الحشائش والزهور.